يعني منذ بدء هذه الحادثة وهي مجهزة. و نعم الآن حازم حازم نعم الوقاية وجال الوقاية المدنية يحملون يحملون ريان باتجاه السيارة الإسعاف. هناك خط أمني لحماية هذا الممر رجال الآن في هذه اللحظات من قبل قوات الدفاع المدني. فدوى إليك. ريان توفي. إذن فدوى إذن مراسلة الغد فدوى المرابطي تؤكد قبل قليل وفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من محاولات إنقاذه وإسعافه لم تنجح تلك المحاولات في أن يعود مجددا ريان إلى أهله على قيد الحياة. ربما لن يعود ريان وينير حياة عائلته لحظات صعبة وحساسة وفاصلة. الآن نعود مجددا إلى فدوى المرابط. فدوى فدوى إذا مات ريان. إكرام. نعم نعم حازم رأيت الوقاية المدنية لكن ما سمعته الآن منكم أن ريان قد توفي. نعم مات ريان ولم يعد مرة أخرى ينير حياة والديه.